السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. سورة الأنعام أنا منزلاها أساسا من زمان، فما بدي أعيدها مرة تانية، فبحط لكم بإذن الله اللينك الأساسي إلها للي بده يقرأها معي ويحضرها ويحضر شرحها، حيلاقي كل سورة الأنعام في الوصف في هذا الفيديو بإذن الله تعالى. وزي ما حكينا، المهم في جلوسك للقرآن الجلسة الصحيحة، وتتبعي القارئ أو المعلم بدقة. يعني زي ما أنا بأحكي احكي، زي ما أنا بقول قولي، أو إذا بدك تقرأي مع أي قارئ آخر ما في مشكلة، بس كوني متتبعة له، مقلدة له تقليد أعمى. في التلاوة أنا بحكي هيك بتصيري تتعلمي القراءة الصحيحة، حتى لو ما عرفتي ولا علمتي أحكام التجويد اللي هي النظرية، هي أحكام النون الساكنة والميم والمدود وإلى آخر، بتصيري مقلدة بتقرأي صح. كثرة السماع وكثرة القراءة مع الشيخ، وياريت اللي بتعلم يقرأ مع شيخ واحد بس، ما يقرأش مع كذا شيخ، انت هيك تصيري متذبذبة. خليكي مع شيخ واحد بتحبي قراءته، بتحبي تلاوته صح وصوته جميل وقراءته صحيحة، تمام؟ قراءته مهم جدا، يقرأ بقراءة تجويد صحيحة بطيئة. هيك بنكون احنا اساسا ايش عملنا؟ تعلمنا صح. اما اذا قرأتي بسرعة وانت ما قرأتي مع وليس بعد الشيخ، معلش مش هتتعلمي صح، بدك واحد يوقف لك على كل صغيرة وكبيرة عشان يصحح لك. إذا أخذت هذه يعني فرصة رمضان وهي الجلسة الحجر الصحي اللي احنا فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يزيح الغمة عنا، إذا جلست في هاي الفترة تقرأي مع شيخ وليس لوحدك، لا تقرأي أي آية لوحدك، إذا أنت من المتعلمين لسه الجدد اقرأي مع الشيخ كل آية بتقرأيها، افتحي واقرأي معه وليس بعده بعيد، معه وليس بعده، تمام؟ وخدي لك ختمة كاملة وتعالي ارجعي لي وشوفي كيف التحول الكبير في قراءتك، حيصير قراءتك معظمها صحيحة ما عدا أشياء بسيطة خفيفة، غير لما إيه تبدأي تقرأي شوي شوي لوحدك وما تسمعيش الشيخ ولا تقرأي معه، كتير حتتغلبي بالطريقة اللي أنا بحكي لك إياها، حتختصري 60-70% من الوقت في التعلم، بضل لك 20-30% هدول فقط عشان تصحح الأشياء الخفيفة اللي ضلت معاك. وإحنا معاكم بنصحح لكم، ما شاء الله كتير ناس فاتحين يصححوا لخلق الله. ولا تحفظي إلا بقراءة صحيحة، إياك تحفظي آية إلا بعد ما تتقنيها مع الشيخ إتقان كامل، وإلا حيصير حفظك كلياته على خطأ، وبدك ترجعي من أول وجديد تصححي الخطأ. أعتقد كلامي واضح، واللي بتحب تسمع النصيحة تبدأها من اليوم وتضلها مستمر فيها لرمضان، معلش هتاخدي مدة أطول في التلاوة، هتاخدي مدة أطول في قراءة الجزء مع الشيخ، ولكن في النهاية هتطلع بنتيجة، نتيجة إتقان تلاوة القرآن. هاي نصيحتي. سورة الأنعام الحمد لله منزلها كاملة بإذن الله تعالى، تكون في الوصف، وارجعوا لها. حياكم الله، إلى اللقاء، مع السلامة.